فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الله عز وجل: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، هل يستثنى الوالدان لرضا؟ هذه منسوخة الآية، هذا قبل تفرض المواريث، قبل تفرض المواريث يوصي لوالديه، ولما فرضت المواريث فإنها نسخ آيات المواريث، نسخت هذه الآية: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.